صباح النور. قبل تقريبا 5 أيام انطلاق البطولة، 5 فرق فقط من جملة 16 ينجموا يشاركوا بعد ما سووا وضعيتهم مع مكتب الرابطة. الفرق هضمهم الترجي، النجم الساحلي، نادي الإفريقي، نادي الصفاقسي، نادي البنزرتي. بقية الأندية ال 11 اللي بقاو مازالوا ما سووش وضعيتهم مع مكتب الرابطة. نذكر البطولة باش تنطلق بداية من هذا السبت هذا. غيلان الشعلالي رسميا انتقل لنادي اهلي طرابلس الليبي بعقد مدته 2 مواسم في شكل انتقال حر بعد نهايه عقده مع فريقه الترجي الرياضي التونسي. غيلان الشعلالي بيشلقى في اهلي طرابلس. المدرب التونسي شكري الخطوي ايضا موجود، مراد الهذلي، وكيف كيف ايوب عياد، وايضا زميله السابق في الترجي حمد الهوني. المهاجم السابق لنادي الصفاقسي محمد كونتي وصل البارح للسوسة تمهيدا لتعاقده مع النجم الساحلي. محمد كونتي كان غادر السي اس اس في ديسمبر 2023 لنادي لوسيل القطري. نادي بيرنلي في الدرجة الثانية الإنجليزية باش يعلن اليوم على صفقة انتدابه لحنبع المجبري بعقد لمدة 4 سنوات من مانشستر يونايتد مقابل 6.5 مليون أورو. باولو ديبالا تراجع في آخر لحظة لانتقاله لنادي القادسية السعودي اللي مشى معاه في مراحل متقدمة، واتفاق وصل بين نادي روما ونادي القادسية وصفقة مقابل 75 مليون أورو. لكن ديبالا غير رأيه في تصريح ليه، قال اللي هو فكر في عائلته وعيشتهم الجديدة اللي بشكون نوعا ما صعيبة في السعودية. أيضا رغبة الملاعبي في العودة للمنتخب الأرجنتيني خلاه يتراجع في آخر لحظة ويواصل التجربة مع روما. في اسبانيا البارح فياريال ربحت 4-3 سيلتا فيغو. اليوم على 6 ريال مايوركا اف سي سي في، 8:30 رايو فاليكانو تواجه البارسا. في ايطاليا البارح كاليري وكومو تعادوا 1-1. إلاس فيرونا خسرت قدام اليوفي 3-0. كانت هذه اولى نشرات رياضيه لليوم، لتقاو على السيت موزايكا فام بونيت.